أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موقع مركز وشركة الوسام الوكيل الحصري والمعتمد لأجهزة X-Tool PS90 في العراق. طبعا نعلمكم بوصول كمية أجهزة PS90 وهي التي سوف تكون حصرية فقط في العراق لدى شركة الوسام في أربيل. الاتصال بنا اتصلوا على الرقم 0770565265 أو اتصلوا بنا على الهاتف الثاني كورك 0750704209 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.xtool-iraq.com. طبعا لاحظ هذه هي أجهزة X-Tool 2015 اللي هي حاليا أحدث أجهزة لفحص أعطال السيارات بالعالم، تفحص جميع أنواع السيارات. طبعا بداخلها تضم جهاز X-Tool X100 Pro لبرمجة المفاتيح، يعني أنت لما راح تأخذ هذا الجهاز راح تأخذه كجهاز فحص زائدا كجهاز برمجة لمفاتيح السيارات. وكلاء شركة X-Tool حصريون في العراق، مركز الوسام الهندسي العراق أربيل شارع جولان داخل جالاريا مول، محل رقم 64. لاحظ أعزائي الزبائن أجهزة X-Tool هذه هي أجهزة X-Tool PS90. لاحظ هذا الجهاز الحديث كليا مختلف عن جميع أنواع الأجهزة. لاحظ هذا الجهاز مع جنطة كاملة، هذه الجنطة تضم أدابترات السيارات القديمة داخلها، تضم الجهاز، وصلات الشحن. لاحظ هذا هو جهاز X-Tool PS90. هاي هي فيشة البلوتوث اللي راح ترتبط ما بين الجهاز وما بين السيارة. وهذا هو الجهاز عبارة عن ايباد يعمل على الشحن، طبعا يشتغل بمسافة تقدر تبتعد عن السيارة من اكثر من 30 متر وتفحص السيارة عن طريق فيشة البلوتوث. لاحظ هذا الجهاز، طبعا الجهاز يحتوي على كاميرا، يحتوي على مخرج HDMI، يحتوي على الكثير من المزايا. طبعا الجهاز مع تحديث لمدة سنتان مجانا، بعد شرائك الجهاز راح تحدث الجهاز لمدة سنتان مجانا. وهذا الشيء اللي يميز أجهزة X-Tool PS90. طبعا حاليا الجهاز هذا جديد يحتاج إلى Activation يوزر نيم وباسورد. طبعا الجهاز كل الأجهزة تحتوي على يوزر نيم وباسورد مع تحديث لمدة 2 سنة مجانا، فقط هذا تجدونه في العراق لدى مركز الوسام. لطلب الأجهزة اتصلوا بالرقم 0770565265. مركز الوسام لبيع أجهزة تشخيص أعطال السيارات الحديثة.